فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل تذكير الإمام بالكلام الذي يكون في مصلحة الصلاة فأقول له إذا نسي السجود وكن من الساجدين، هل هذا أمر مشروع؟ إذا أتيت بقرآن لا بأس، أما إذا أتيت بكلام غير قرآن فلا يجوز. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.